السلام عليكم ورمضان كريم علينا وعليكم. مرحبا بكم جميعا مشاهدينا الكرام في هذا الشرعية الجديد على قناتكم نجوم الوي، ومرحبا بكافة مشاهدينا الجدد، أهلا بكم. اليوم وفي هذا الشرحية الجديد الذي سيكون بمثابتي أو سببا في اختصار عمل أشهر وربما أعوام عليك، وحتى لا يضيع جهدك كما ضاع جهدنا بدوني مقابل لا تزعب نفسك صديقي، فكلنا سمعنا بمنصة أو موقع اليوغوف لمشاركة الآراء من خلال استطلاعات الرأي أو ما يعرف بالاستبيانات، وكل استبيان له قدر من النقاط، وعند تحصيل 5000 نقطة يمكنك استردادها $50 نقدا عن طريق وسيلة الدفع Western Union، وبمعنى أبسط كل 5000 نقطة تجمعها تساوي $50 نقدا. وقبل أن أبدأ لكم في هذا الفيديو، أحببت أن أدعوكم للانضمام إلى قناة نجوم الويب، وذلك بالاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الإشعارات لكي تتوصل بكافة جديدنا دائما، وذلك بالضغط على الزر الأحمر المكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب أو صابوني أسفل هذا الفيديو. كل ما عليك فقط صديقي هو الضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل هذا الفيديو وتفعيل خاصية الجرس بهذا الشكل، وتكون قد انضممت الى قناتنا نجوم الويب. نحن في هذه الفترة اصدقائي نحتاج الى دعم كبير من خلال مشاركة مقاطعنا مع اصدقائكم ومع كل شخص تحبه لكي نصل الى عدد اكبر من الاشخاص، وكذلك لا تنسى مشاهدة فيديوهاتنا السابقة التي حتما سوف تفيدك في مجالها التقنية، فنحن نقدم دروسا تقنية بامتياز. وكما ترون اصدقائي هذا هو الحساب الخاص بي على منصة او موقع اليوغو، وكما ترون هنا في خانة الجوائز لديك 2070 نقاط. وإذا قمنا بالنزول قليلا أصدقائي هنا إلى سجل مشاركاتي السابقة، وقمنا بالنزول قليلا إلى هنا والضغط على عرض المزيد من الأكتيفيتي أو النشاط، وقمنا بالضغط هكذا، ترون أنني قمت بسحب $50 نقدا، أي كاش. You redeemed 5000 points for $15 cash. كما ترون أصدقائي لقد قمت بسحب مبلغ $50 نقدا، لكنني لم أتوصل به أصدقائي، وهذا بسبب الاحتيال أو النصب في المحتوى العربي. كيف ذلك؟ أي أن بعض الأشخاص يستنزفون جهد المبتدئين في هذا مجال الربح من الأنترنت، ولهذا قمت بوضع وطرح هذا الفيديو أصدقائي لكي لا تهدر جهدك لمدة أشهر أو أعوام وبعدها لن تحصل على أي شيء. فبعد أن قمت بالعمل لمدة أشهر من خلال إكمال الاستطلاعات كما ترون هنا، فإذا قمت بعرض السجل هنا فكما ترون أنني قمت بإكمال الاستطلاعات، لقد أحرزت 50 نقطة مقابل استطلاع يوغوف، وكذلك هنا براند اندكس لقد أحرزت 100 نقطة، والعديد من الاستطلاعات التي تمكنت من خلالها إلى الوصول إلى الحد الأدنى من النقاط 5000 نقطة، وقمت بسحبها كما أريتكم $50 نقدا بهذا الشكل أصدقائي، لكن لم أتوصل بها وسوف أريكم لماذا لم أتوصل بها. والآن سوف أذهب إلى الجيميل لكي أكمل لكم هذا الفيديو. وكما ترون أصدقائي هذا هو حسابي في الجيميل، أو هذا هو البريد المربوط مع حسابي في اليوغو. فبعد أن تقوم بسحب 5000 نقطة إلى $50 نقدا عن طريق حوالة ويسترن يونيون، تتوصل بهذه الرسالة لتأكيد عملية السحب على البريد الإلكتروني الخاص بك. فكما ترون عنوان الرسالة: We have received your points redeem patient request. لقد وصلنا طلبك في سحب الطلب، طلب الخاص بالخمسون دولار نقدا. فكما ترون هنا هذا هو محتوى الرسالة: Thank you, we have received your points redeem patient request. كما في العنوان وكذلك هنا: Normally issues in your payment doesn't take. لا يهمنا هذا الجزء. وكما ترون هنا: The payment is issued as a Western Union money order which you can claim for any of their agents in the country specified in your request. يقول لك على أن المبلغ سوف تتوصل به عن طريق حوالة Western Union تقوم باستردادها في البلد الذي يكون متوفر فيه هذه الخاصية، والعديد من الملاحظات كما ترون هنا، وفي النهاية يوغوف بانل كير. لكن المشكل هو أنني لم أتوصل بهذا المبلغ لهذا السبب الذي سوف ترونه الآن. وكما ترون في هذه الرسالة، هذه الرسالة التي جعلتني أندم على كل دقيقة قمت بخسارتها في هذا الموقع، وندمت على استعمال هذا الموقع لأنني فقط أهدرت الجهد الخاص بي. كما ترون تتلقى هذه الرسالة لأنك قمت بطلب استرداد مؤخرا، بعد شهر تلقيت بهذه الرسالة التي سيكون محتواها بهذا الشكل: عزيزي عضو الاستطلاع، تتلقى هذه الرسالة لأنك قمت بطلب استرداد مؤخرا
لكي نتمكن من إصدار الدفعة الرجاء. تزويدنا بما يلي عن طريق الرد على هذه الرسالة: صورة مستند إثبات الهوية المستخدم في الإمارات العربية المتحدة، واضح فيها الاسم كاملا. الرجاء الرد على هذا البريد والتواصل فقط. على أطيب التحيات، فريق دعم يوغو. وبما أنني أصدقائي لست إماراتي الجنسية، فلا يمكنني التواصل بهذه الحوالة لأنني لا أمتلك صورة مستند إثبات الهوية الخاصة بالإمارات العربية. فأنا كنت بمثابة ضحية لفخ أشخاص يريدون فقط الربح من الإحالات أو من دعوة الأصدقاء أو من دعوة المشاهدين واستنزاف الجهود الخاصة بالمشاهد. فقبل فترة ظهرت العديد من الفيديوهات التي كانت بعنوان كيف تقوم بتزويد الاستطلاعات في منصة يوغو. فإذا قمت بالدخول إلى هذا الفيديو لمشاهدته، فسوف يقول لك افتح حساب إماراتي وسوف تتوصل بآلاف الاستطلاعات التي سوف تجني منها 250 و500 دولار في الشهر، والكلام المعسول الذي لن يفيدك بأي شيء صديقي كما حصل لي. فإذا كنت إماراتي الجنسية فسوف تحصل على 25 دولار، أما إذا كنت مثلا من دول شمال إفريقيا أو من آسيا أو من أي بلد آخر من غير الإمارات فلن تحصل على شيء إلا التعب وضياع الجهد صديقي. فمثلا إذا قمت بالدخول إلى اليوتيوب وقمت بالبحث عن يوغو الإماراتي، فكما ترون هنا هذه هي الفيديوهات التي تدعوك إلى خسارة الجهد الخاص بك. طريقة جديدة لربح هو 250 دولار من يوغو في شهر زائد زيادة الاستطلاعات، ربح 50 دولار بأسهل طريقة. فكل هذه الأفكار أصدقائي هي أفكار تافهة تخدم المصالح الشخصية فقط كما ترون هنا أصدقائي. كل هذا المحتوى تافه أصدقائي لأنه يخدم فقط مصالحهم الشخصية، فهم يستخدمون روابطهم كما ترون هنا. ها هو الرابط، رابط دعوة أصدقائي لحساب غير حساب إماراتي، فهو حسابه من الدولة الذي يقدم فيها ويقول للأشخاص تسجلوا في اليوغوف الإماراتي لكي هو يحصل على النقاط من خلال الأشخاص الذي استنزف الجهد الخاص بهم. والفكرة العامة أصدقائي من هذا الفيديو الذي قمت بإنشائه لكم لكي لا تكونوا ضحية للأشخاص الذين فقط يريدون مصالحهم الشخصية، أي أنك إذا أتعبت نفسك في حساب متسجل به بغير الدولة الخاصة بك، فصدقني يا صديقي لن تحصل على أي شيء. فيمكنك الرجوع إلى هذا الفيديو والتدقيق إلى كل نقطة أعطيتك فيها المعلومات كتجربة شخصية لي، فلن تستفيد من أي شيء صديقي، فقط سوف يضيع الجهد الخاص بك ولن تحصل على أي شيء. فإذا كنت تريد التسجيل في هذه المنصة فتسجل في هذا الموقع ببياناتك الشخصية، أي أن إذا كنت تريد أن تقوم بربح 50 دولار تسجل بالدولة الخاصة بك وباسمك الشخصي الصحيح، لكي عندما يقومون بطلب الوثيقة الخاصة بإثبات الهوية فتكون أنت الرابح. بهذا المفهوم أصدقائي، فلا تتعب نفسك في هذا الهراء. إلى هنا أكون قد انتهيت من فيديو اليوم. أتمنى من صميم قلبي أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم، وأنا لدي العديد من التجارب في المواقع التي أهدرت فيها الجهد الخاص بي. فإذا كنتم تريدون سلسلة من هذه الفيديوهات التي أشارك فيها المواقع التي سوف تضيع فيها الجهد الخاص بك، فيمكنكم وضع تعليق ووضع اللايك لكي أعرف أن هذه السلسلة قد أعجبتكم، وأطرح لكم العديد من الفيديوهات التي حتما سوف تعجبكم في هذا المجال في هذه السلسلة، ولكي لا تضيع الجهد الخاص بك وتذهب إلى مواقع وطرق للعمل بطريقة صحيحة ولا تتعب نفسك فيها. إن أعجبك هذا الفيديو لا تنسى وضع لايك والاشتراك في القناة ومشاركة هذا المقطع مع من تحب. السلام عليكم، نلتقي في حصة أخرى ودرس آخر بإذن الله.